المؤتمر ينطلق 16 من نوفمبر المقبل برعاية الفارسي المباركي، 6 أهداف أساسية لدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي. جريدة الري، 13 من أكتوبر 2021. قالت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية الدكتورة هنادي المباركي إن المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال ينطلق في 16 من نوفمبر المقبل تحت رعاية وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وأفادت بأن المؤتمر سينطلق عبر منصة الذكاء الاصطناعي بمشاركة عالمية واسعة تفوق 300 خبير و36 من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والدبلوماسيين والقياديين محليا وخليجيا وعالميا، ورعاية إعلامية خليجية حصرية لمجلة رواد الأعمال الخليجية. وذكرت المبارك أن المؤتمر الافتراضي العالمي لعام 2021 يركز على 6 أهداف تشمل تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لإشراك المجتمعين المحلي والخليجي في الأنشطة الابتكارية والإبداعية وأنشطة ريادة الأعمال ودعم مجتمعات الممارسين وأصحاب المهن، علاوة على تبادل الخبرات مع الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. دكتورة هنادي المبارك، رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية.